التحق بالسيد شابخ فرحات عضو اللجنة الوطنية بالاتحاد العام للعمال الجزائريين. مساءك سعيدا على المباشر في الساعة الإخبارية المسائية على قناة النهار، أهلا بك. أهلا. إذن سيد شابخ، أنت الآن متوجه إلى حاسم سعود للاحتفال بذكرى تأميم المحروقات في الوقت الذي تتمسك فيه الأحزاب المعارضة وتنسيقية الانتقال الديمقراطي بالخروج غدا إلى الشارع وفي وقفات احتجاجية على استغلال الغاز الصخري في الجنوب. أولا في الحقيقة نهني كل العمال والعاملات وخاصة عمال الاتحاد العام للعمال الجزائريين باعتبار هذه الذكرى وهي الذكرى 59 لإنشاء الاتحاد العام الجزائريين سنة الثورة، وكذلك نفرح بتأميم المحروقات وهي الذكرى 44 التي تم تأميم المحروقات من الاستعمار. احنا في اليوم اللي كنا ممكن ننتظروا فيه بأن كل الشعب الجزائري يفرح ويدير الاحتفالات بهذه الذكرتين العاديتين على الشعب الجزائري، نتأسفوا حقيقة نلقوا بعض الأحزاب وخاصة في اليوم، أما فيما يختم النشاط السياسي لما ندخلت فيه، وإنما اختيار اليوم أظن اختيار خطأ. من المفروض يحتفلوا بهذه الذكرى وكأننا ننتقد تأميم المحروقات وحتى إنشاء الاتحاد العام أثناء الثورة التحريرية، ونعرف ما هو الدور الكبير الذي يلعبه الآن الاتحاد العام في المحافظة على المؤسسة الاقتصادية، في المحافظة على مناصب الشغل، في المحافظة على استقرار البلاد بالدرجة الأولى. وتعرفوا دائما المقولة الشهورة للراحل عبد الحق بن حمود يقول لك لو أعطوا لي الاختيار بين الجزائر والاتحاد العام تخسر الجزائر، هذا له اكثر من مدلول. لذلك انا كنا نتمناه ونصيبه كل باعتبار الان يوم الغد ان شاء الله سيكون احتفال كبير على مستوى مع العمال الذين في الحقيقه على مستوى الصحراء في حاسم سعود، وكذلك هناك احتفالات اخرى على مستوى ارجيو القاعده التي تعتبر مفخره للشعب الجزائري اللي راح نحتفلوا بهذه الذكرتين العزيزتين. واحنا قلنا دائما النشاط السياسي والحمد لله في الجزائر راهو مسموح، ولكن من المفروض زملاء الأحزاب السياسية اختيار الوقت المناسب على الأقل لكي نفوت الفرصة هذه على أعداء الجزائر، لأن هذه في اليوم هذا بدأت 24 فبراير الذي يعتبر يوم احتفال، والآن احنا نديروا وقفة احتجاجية أو مسيرات، واحتمال كبير راح يكون اصطدام على مستوى الشارع، والجزائر لازم تكون بعيدة كل بعد على هذه الاصطدامات. شكرا. أنا برأيي هذا هو، أما النشاط السياسي فهو مسموح وما بينا يوصل. شكرا لك سيد شابخ فرحات، عضو لجنة الوطنية التنفيذية بالاتحادية الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية. نعم. عضو اللجنة التنفيذية الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين. شكرا لك سيد شابخ فرحات. شكرا.